تواصل بلدية الكويت حملتها في مختلف المناطق لرصد المخالفات وردع المظاهر السلبية والتفتيش عن مساكن العزاب ومخالفات إيصال الكهرباء. الزميل محمد البديح لديه المزيد في سياق التقرير التالي. اليوم إن شاء الله عندنا حملة في بلدية محافظة الجهرة بمشاركة الإخوان في لجنة العزاب في أربع عقارات في منطقة العيون ومنطقة الواحة للكشف على مخالفات سكن العزاب. أربع رجال عازب، منو يسوي ايجار؟ انا صاحب بيت ولا منو؟ صاحب بيت. صاحب بيت يسوي ايجار. كم ايجار مال انت؟ انا واحد غرفه 140. 140 زين. تحت في بعد عزاب؟ هو في افغاني بنغالي كله. بنغالي كله موجود، افغاني موجود داخل بيت. ها احنا عندنا مخالفات على الوصلات الغير قانونيه. طبعا العزاب يكونون اكثر بالبيت، فيوصلون تقريبا وصلات غير قانونيه بما يخالف الماده 18 من قانون الهيئه العامه للبيئه، توصل مخالفتها ل 50,000. شنو يقومون الحين الشباب دورهم؟ بيبطلون الشبكه، بنشوف هل هو موصل عليها وصله غير قانونيه غير وصله وزاره الاشغال. مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين في نفس هذا البيت، هذا سكن عزاب، وهناك البقاله مستثمر البيت في كل زاويه، في وسط سكن حيوي عائلي. شوف وزاره البلديه الان تقوم دورها. يعني مثل ما شفتوا جميع الجهات يعني وثقت الامر ان سكن عزاب واستغلال تجاري في البقاله واستغلال يعني مضر حتى الصرف الصحي، فان شاء الله يعني تم رصده وخلاص، يعني كتاب قطع وقاطعينه من الخارج حتى لو ما فتح الباب. كله ما في احد؟ ما في فاميلي. جيب بطاقه. مثل ما نشوف الكهرباء والماء قاموا بدورهم. شنو دورك اخوي احمد؟ اليوم تاكدنا وجود العزاب بكامل العقار ولا توجد اي عائلات، فلجأنا الى تنفيذ محضر وقطع خدمه الكهرباء عن كامل العقار. شنو دوركم الان؟ احنا دورنا اول شيء نشيك هو شنو قامته شركه ام افراد، اذا شركه نخاطب شركه يراجعون عندنا ونخذ معهم الاجراءات. اما بالنسبه للخدم وهذا الاداره تقوم توجيه كتاب الى الداخليه استدعاء صاحب المنزل او اللي صاحب المنزل يشتغل عنده او كفيل. شوف البيت داخل. المصاهرات هذه تعتبر مصاهرات مخالفه، يقوم البعض باستغلال وتركيب هذه المصاهرات لسبب واحد فقط، اي عقار فيه تكدس للعماله الوافده او العزاب او فيه حتى انشطه مخالفه يحتاج احمال عاليه لاستغلالها داخل هذا العقار. هذه المصاهرات نفس مكاين دينم الماي تسحب طاقه كهربائيه من الخط الرئيسي، لهذا السبب يستغلون وجود هذه المصاهرات لسحب طاقه اعلى لتستفيد العقار، وبالتالي الضرر ينعكس على جيران يمين ويسار. في حال اعطال الصيف يتم احتراق الكيبل بسبب هذه الاحمال. اليوم قمنا بجولة مع وزارات الدولة لحملة سكن العزاب المستمرة 6 شهور.